أهلا بيكم، حلقة جديدة من استوديو الصحافة، نقرأ ونحلل فيها سويا المشهد السياسي المصري من خلال الصحافة المصرية الصادرة غدا السبت 5 يناير 2013. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد الميلاد سنيحتفل به كل المصريون يوم الاثنين 7 يناير، وقداس عيد الميلاد المجيد سيترأسه قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية يوم الأحد 6 يناير في 10 مساء. وللتوضيح، قبل قداس عيد الميلاد لن تكون هناك استقبالات للمهنئين بالعيد، وسيستقبل قداسة البابا توادروس جميع المهنئين صباح الاثنين 7 يناير من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا بالمقر البابوي بالعباسية. وفي نفس اليوم ستذيع قناة ماري مرقس في 9 مساء لقاء مع قداسة البابا توادروس. دايما المصريين لما يفرحوا يقول لك خير اللهم اجعله خير، واحنا في مصر هنا في كل يوم بندور على جزء من الابتسامة، مش ابتسامة، جزء صغير، بلاش ابتسامة، بندور على يوم نستريح فيه من الأخبار الصعبة، من الأخبار المؤلمة الصادمة الحزينة. ويبدو ان أفراح عيد الميلاد كان ليها تأثير على الشارع والحياة السياسية في مصر. الجمعة اللي هو احنا بنقرأ صحافته الصادرة غدا السبت، الحمد لله ما كانش فيه مليونيات وما كانش فيه اعتصامات ولا قطع طرق ولا حاجة كده هو تصدم المصريين. مر اليوم هادئ، وفي مفاجآت أخرى جيدة، إن الدولار سعره نزل عن الأرقام الفلكية اللي كان بيدور خلال الأيام الماضية فيها. الدولار بعد ما كتير قوي اشتروه ب6.65 جنيه وقيل انه وصل 6.75 وارتفع الى 7 جنيهات في السوق السوداء، النهاردة الدولار متوافر ب6 جنيه، ونمسك الخشب يعني 6.45 جنيه. ده مؤشر جيد، نجحت جهود الاقتصاديين في ضبط ارتفاع الدولار. نتمنى ان تنجح جهود كل المسؤولين في ضبط الحياة في مصر. بالفعل الشعب المصري يريد اعمال وليس اقوال وكلام واوهام، وده اللي قاله قداسة البابا توادروس في الحوار اللي تحدثت مع حضراتكم عن عناوينه بالامس. الحوار منشور اليوم في الاهرام صفحة 5. قبل أن نقرأ حوار قداسة البابا، تعالوا نشوف العناوين الرئيسية في الأهرام في الصفحة الأولى. في الصفحة الأولى، وزير المالية: لن نبيع أصول الدولة وانفراجة اقتصادية قريبا خير. العنوان الثاني: أيها الناس اقرأوا ما قاله العريفي عن فضائل مصر. العريفي أحد شيوخ السعودية الأجلاء، وسنقرأ أيضا ما قاله عن مصر. العنوان الثالث: قداسة البابا توادروس الثاني متفائل بمستقبل مصر وأتوقع الاستقرار. كلام جميل. الخبر اللي هو يعني يعتبر صادم: ضبط صواريخ متطورة مضادة للدبابات والطائرات بالعريش كانت في طريقها لغزة. الرئيس يطالب بإصلاح حقيقي للتعليم لبناء الإنسان المصري، مشروعات لتطوير الثانوية العامة ومنع التسرب ومحو الأمية. والخبراء يحذرون: خسائر الاقتصاد كارثية والإنتاج هو الحل، العمل هو الحل. حالة البلطجة اللي مستشرية في المجتمع المصري، اعتقد ان كفاية كده بلطجة، نشتغل
نلتزم، نحس بالمسؤولية تجاه وطننا. خبر عن الطقس بيقولوا ان الطقس سيء ورياح نشيطة لمدة 4 ايام، يعني هنشوف في العيد طقس كده هو غير مستقر. ان شاء الله يوم الاثنين والايام القادمة يكون الطقس مستقر. وتقرير عن تزايد جرائم العنف والقتل والاغتصاب والسرقة في الأشهر الأخيرة في مصر. صفحة 3 من الأهرام بتقول عقب صلاة الجمعة مرسي يوجه بدراسة إنشاء جامعة في مصر لأبنائنا بالخارج. في الحقيقة الصورة كمان صورة جميلة للرئيس مرسي بيتحدث لأحد المصلين، وإن كانت الحراسة محيطة به. لو تلاحظوا حضراتكم إن الحراسة أهو واحد مدينا ظهره، واحد واقف على جنب، وفي النص كده أهو الرئيس مرسي يتحدث إلى أحد المواطنين. إضراب كلي بالنيابات بدءا من الثلاثاء. نادي القضاء جميع الإجراءات التصعيدية مطروحة حتى رحيل النائب العام طلعت إبراهيم. في أول أسبوع من تداولات العام الجديد البورصة تسجل أعلى مستوى خلال شهرين وتربح 5.6 مليار جنيه. مش بقول لكم خير اللهم اجعله خير، في أخبار في الصحف لنا كتير قوي لم نقرأها. أنا عاوز أقرأ لحضراتكم النهاردة من الأهرام بعض الفقرات الهامة جدا الموجودة في حوار قداسة البابا توادروس وفي مقال الشيخ محمد العريفي. لو جينا نبدأ بحوار قداسة البابا توادروس الثاني للأهرام، واللي كان ليا الشرف إجراءه وحظيت بوقت مطول جدا مع قداسة البابا، أجاب فيه عن كل الأسئلة التي ربما لا يجرؤ أحد عن طرحها أو التفكير فيها. تعالوا نشوف بعض العناوين والأسئلة اللي موجودة في حوار قداسة البابا توادروس السنة. العنوان الرئيسي: لن نتحالف مع أحد في الانتخابات القادمة. عناوين أخرى: أدعو لانطلاقة حقيقية تعيد لبلادنا الموقع الذي تستحقه. عاوز حضراتكم تربطوا ما بين هذا العنوان والعنوان والكلام اللي هقرأه لكم في كلام الشيخ السعودي. مصر دولة كبيرة وستظل كبيرة، ونصلي من أجل رخائها وسلامها. قداسة البابا سألت سؤال مباشر لا لبس فيه: هل الكنيسة مع الشريعة الإسلامية أم ضدها؟ قداسة البابا قال بشكل مباشر جدا: الشريعة أمر يخص الأخوة المسلمين في أمورهم الدينية، من حقهم أن يطبقونها، ولكن فيما يخص الوطن. أقرأ لحضراتكم بالنص ما قاله قداسة البابا: هل الكنيسة مع الشريعة الإسلامية أم ضدها؟ قداسة البابا قال: في الأمور الدينية تطبيق الشريعة يخص المسلمين لأنها أمر ديني، وفي الأمور الوطنية وفي الأمور الاجتماعية ليس مناسبا أن تطبق الشريعة على غير المسلمين. وعندما نتكلم عن الشريعة نتكلم عن تطبيقها على مسلمين عايشين في مجتمع وحققوا في هذا المجتمع كل صور التقدم والرقي، ولم يعد هناك شيء ينقص المجتمع. فعندما يطبق أي بند من بنود الشريعة يبقى المجتمع مؤهلا. فمثلا إذا كان في المجتمع من لا يجدون طعامهم، فكيف يمكن تطبيق الشريعة عليهم؟ مجتمعنا لم يؤهل بعد. سؤال آخر أيضا كان شديد الوضوح، وكانت إجابة قداسة البابا أكثر وضوحا. قلت لقداسة البابا: ما هي مشاكل الأقباط وما هو السبيل إلى حلها؟
قداسة البابا أجاب بشكل مباشر أيضا وبدون مواربة. قال قداسة البابا بالنص: أزمات الأقباط هي بناء دور العبادة، فهذه أزمة كبيرة، أيضا اختفاء الفتيات القاصرات وبعض المضايقات التي تتم من ذوي النفوس الضعيفة، اسمعوا الباراجراف الجاي، والتضييق في الأمور الحياتية وعدم السماح للمتفوقين من الأقباط بالحصول على فرصة كاملة وتقدير كفاءتهم بنفس تقدير كفاءة إخواتهم المسلمين سواء في التعليم أو العمل، وهذه أهم عناوين مشكلات الأقباط. طب إيه الحل قداسة البابا؟ قداسة البابا قال الحل في ثلاث: التعليم، الإعلام، القانون، تطبيق القانون على الجميع سواسية، من يخطئ يحاسب ومن يصيب يكافأ. قداسة البابا أيضا سألته: كيف ترون مستقبل الأقباط في ظل حكم الإسلاميين وسط دعاوى تقول أن مصر بلد بلا مستقبل بالنسبة للأقباط؟ هناك من يردد ذلك، هناك من يلتقيق ويقول لك: هو أنت لسه قاعد في البلد دي؟ يا عمي مش هنشوف فيها خير. ليه؟ مصر اللي السيد المسيح والسيدة العذراء مشيوا فيها وقعدوا 3.5 سنين زي ما بيقول قداسة البابا هنا اهو، وزي ما بيقول التاريخ، وزي ما بتأكد الحقائق، وزي ما بيتقال مبارك شعبي مصر. قداسة البابا لما سألته السؤال ده بخصوص ان مصر بلد بلا مستقبل بالنسبة للأقباط، قال: هذا كلام غير مقبول إطلاقا، وبلادنا من يقرأ تاريخها يعرف أنها تعرضت لأصعب من ذلك، لكن قامت وأكملت ونجحت وتقدمت وستتقدم إن شاء الله. سألت قداسة البابا: كيف تتصورون حل الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد آخر؟ أجاب قداسة البابا: أتصور الآتي. الأول: من هو مسؤول يكون صادقا مع نفسه ثم يبني جدار ثقة بينه وبين المجتمع، فمن هم في موقع المسؤولية يقومون بأعمال من الممكن أن تكون جيدة لكن الشعب لا يصدقها ولا يتعامل معها بجدية. إحساس الإنسان أو المواطن بما يصنعه المسؤول إحساس مهم جدا. في الحقيقة الحوار بالضبط كده هو 4000 كلمة، كل كلمة فيه تستحق التأني والدراسة والقراءة، وهذه رسالة يقدمها قداسة البابا تواضروس للمجتمع، للمصريين جميعا. أقول اقرأوا تصريحات قداسة البابا تواضروس لأنها تقدم بالفعل روشتة كاملة لحل ما يدور في المجتمع المصري في هذه المرحلة من أزمات ومشكلات، وليست أزمات قبطية واحدة ولكن أزمات كل المصريين. بختم هذا الحوار المهم ببراجراف بسأل فيه قداسة البابا، بقول له: كيف نجحت خلال أيام قليلة أن تكسب كل هذه المساحة من الاحترام والحب والود لدى جموع المصريين وليس الأقباط وحدهم؟ قال قداسة البابا: أولا المحبة، وقلبنا مفتوح للجميع بالحقيقة، وأنا في كل صلاة أصلي من أجل سلام مصر بداية من السيد الرئيس وكل من يعملون معه، وأشعر أن مصر تستحق أكثر من ذلك في رخائها وفي كيانها وإمكانياتها، فمصر دولة كبيرة وستظل كبيرة. ده اللي قاله قداسة البابا. الشيخ العريفي بيقول هنا هو على طول بيقول ايه: ان مصر ام البلاد وغوث العباد، ان مصر مصورة في كتب الاوائل
وقد مدت إليها سائر المدن يدها تستطعمها، وذلك لأن خيراتها كانت تفيض على تلك البلدان. يقول أيضا: يا أهل مصر يا أهلي، ويا من أخذت عنهم الأسانيد في قراءة القرآن، يا أصحابي، إن في أرضكم الوادي المقدس طوى، ده في سيناء، الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى، وفيها الجبل الذي تجلى الله سبحانه إليه، فانهد الجبل دكا، وهي مبوأ الصدق الذي قال الله تعالى عنه: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبو صدق. وفي أرضكم يجري نهر النيل المبارك الذي ينبع من أصله من الجنة. وفي أرض مصر الربوة التي أوى إليها عيسى سيد المسيح عليه السلام وأمه، قال جل وعلا: وآويناهم إلى ربوة ذات قرار ومعين. وعلى أرض مصر ضرب موسى عليه السلام بعصاه، وبيختتم في الآخر هنا هو وبيقول إيه: الحمد، أقول ما تسمعون، أسأل الله أن يحفظ جميع البلدان وأن يحفظ مصر خاصة، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك ووكلهم برعايتك. وهكذا لو قرأت ما قاله الشيخ العريفي وما يقوله قداسة البابا تودروس الثاني، تجدون أن بالفعل نحن نحتاج أن نعيد النظر في تقييمنا وتقديرنا لمصر اللي قال عنها قداسة البابا تودروس: هي أجمل وأغلى وطن على كوكب الأرض. جريدة أخبار اليوم تقول: إعلان تشكيل الوزارة الجديدة خلال ساعات. بالفعل هذا التشكيل تأخر كثيرا. بدء التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين، النائب العام التصالح في قضايا المال العام لرد حقوق الدولة. نعم، نحن نوافق تماما أنه في قضايا المال العام رد الفلوس يا سيدي، لكن في الدم لا، في الدم مفيش تصالح، اللي قتل يتحاكم، لكن اللي سرق هات الفلوس في الأول وبعد كده اهو اتصالح معاك، اخفف العقوبة، اعاقبك، افرج عنك، لان احنا فعلا مش هنستفيد حاجة لما نحبس مدير مكتب وزير معين وهو واخد عشرات الملايين عشان احنا عاوزينه يقعد في الحبس وبعد ما يطلع يستمتع بالملايين. لا، يجيب الملايين نبني بيها مدرسة، نحل بيها أزمة وقود، نحل بيها أزمة كهرباء، أزمة مية، لأن هو ده التصرف العملي والصحيح والحق. لا أحد يتدخل في عملي ولا أستجيب لأي ضغوط، دي تصريحات بيقولها فريق عمل من النيابة العامة بيتولى فحص الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين. والمستشار طلعت عبد الله النائب العام قال في حديث خاص لأخبار اليوم أنه عقب انتهاء فريق النيابة من مهمته سيتم اتخاذ قرار بتحريك الدعوة القضائية. خبر آخر بهم الناس: 50 مليون جنيه لتوفير مياه الشرب بمحافظات القناة. خبر مهم، مهم جدا. و لو جينا نبص على جريدة الجمهورية، جريدة الجمهورية ما كتبته الأهرام في صفحة داخلية في الصفحة الرابعة اهتمت به جريدة الجمهورية في صفحتها الأولى، وجايبة انتفاضة أخوة سعودية لدعم القاهرة. يا شعب مصر العظيم افتحوا جامعة الحب والأخاء. وتفاصيل الخبر بتقول: من فوق منبر مسجد الشيخ الحصري بمدينة اكتوبر وقف الداعية السعودي الدكتور عائد القرني يوجه رسالة
باسم علماء الدين في المملكة العربية السعودية لإلى شعب مصر قائلا: يا شعب مصر العظيم، يا أمة الصبر، أوصيكم بصورة العصر بالإيمان والعمل الصالح والحق تبنون مصر الحرية والكرامة والعزة. الإخوان المسلمين الفرقة 95 تتبع أمن الدولة، ده دكتور جمال حشمت القيادي بحزب الحرية والعدالة برد على الكلام اللي بيتقال ان من قتل الثوار كان من الإخوان المسلمين وكان من الفرقة 95 اللي تشتهر بوجود عدد كبير من القناصة بين رجالاتها. جمال حشمت بيقول ان الفرقة دي بتتبع امن الدولة. ملاحقة سوق الدولار السوداء وادارة المباحث الاموال العامة كشفت قيام مسؤول باحدى شركات الصرافة بالاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي وغسل امواله المتحصلة من نشاط المشروع، واكدت التحريات ان جرائم غسل الاموال قيام شخص يدعى سليمان كذا كذا مدير فرع احدى شركات الصرافة بالاتجار في النقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الى اخره. تعالوا نشوف المصري اليوم. المصري اليوم تنشر مشروع قانون تقصي الحقائق لانشاء محاكم ثورية، وابو اسماعيل بيقول مشاورات للتحالف الانتخابي مع الاخوان، الجماعة قائمة واحدة للاسلاميين في الانتخابات اذا لم تستجب الجبهة للحوار، والانقاذ تحديد 10 شروط لمنع تزييف ارادة الامة، واللجنة العليا تطلب تعديلات قانونية. من مبكر جدا يا جماعة، بنقول من دلوقتي صندوق الانتخاب حق المواطنة، انت مش مواطن مش مصري، ما تستحقش تقول انا عاوز حقي في البلد دي اذا ما دورتش على حقك في صندوق الانتخاب. روح انتخب، اتزور صوتك مش مهم، انتخب مرة تانية. طلعت النتيجة مش زي ما انت عاوز مش مهم، صوت مرة تالتة. لكن انك انت تتواجد وتقول رأيك بحرية هو ده المطلوب، لاني هيجي يوم وتطلع انتخابات صح ويبقى موجود قضاة حقيقيين وسود على صندوق الانتخاب عشان تطلع في الاخر النتيجة تعبر عن ارادة الشعب. عيب وعار ان يكون في عندنا 50 مليون مصري لهم حق الانتخاب، وان يحضر من 50 مليون في اعظم انتخابات 20% 30%، في الاستفتاء الاخير كان 18%. تخيلوا ازاي يا جماعة؟ ليه؟ وبعد كده نرجع نقول اصلي في ناس منظمة واصل احنا حزب الكنبة واحنا اصلي عارفين ان صوتي، يعني هو جات على صوتي؟ يا سيدي جات على صوتك، ما انت هتقول صوتي وده هيقول صوته وده هيقول صوته، تجمع كده اهو تبص تلاقي اللي مكسلين او محبوش يقفوا قدام الطابور، ما هو معروف اللي عاوز يوصل صوته هو قادر يصمد. أدائك بصوتك بالظبط زي وقفتك في أعظم مظاهرة وفتح صدرك للي عاوز يغير إرادتك. افتح صدرك وقف في الصندوق وادلي بصوتك وقول عاوز ورقة انتخابية مختومة، واغمس صباعك في الحبر وأكد. لو في واحد قدامك أو وراك ما غمسش صباعه في الحبر قول له أنت ما غمسش صباعك، لو شفت الورقة مش مختومة قول له لو سمحت اختم الورقة. كلنا لازم ندور على حقوقنا، حق المواطنة، حق المواطنة انك تشارك في الحياة السياسية بالادلاء بصوتك. 15 مليار دولار فجوة تمويل، الانطلاق الاقتصادي توصي بتوافق سياسي وتوفير الامن بالاماكن السياحية. ف
احنا مفروض ان المرحلة دي مرحلة ايه؟ مرحلة العمل، مرحلة ان احنا نبص ازاي نعوض الفجوة الموجودة في الموازنة المصرية. خبر مهم وهام وجميل، مسيرة لقصر الدبارة لتهنئة الأقباط وبرهامي لا يجوز. طب شكرا، شكرا لكل واحد كان حريص انه يهني، وشكرا للي مش عاوز يهني، شكرا ليه لانه بان على حقيقته، شكرا ليه لاني عرفنا ان هما اللي بيقولوا لا ما تهنيش ايه حقيقته. التهنئة في الاعياد ده شيء محبب، كل سنة وانت طيب، طول عمرنا عارفين كده. صدقوني في الفترة الاخيرة في الايام القليلة الماضية يعني كتير قوي من اصحابي اقول له سلام فيقول كل سنة وانت طيب، استنى اشرف، ها كل سنة وانت، ويسلم وبحرارة. فاصبحنا نتندر وقلنا الظاهر هياخدوا اسماء اللي ما بيعيدوش على الاقباط عشان يتحطوا في مكان، اعتقد المكان ده بيتحط فيه اللي ما يستحقش انه يكون مصري. 14 قرن من الزمان بيأكد المصريين اقباط ومسلمين انهم نسيج واحد ووطن واحد. اللي بيتكلموا عن اسلام بيقول اني ما تهنيش اخوك المسيحي اخوك في الوطن، دول جايبين اسلام يبدو ان هو دين جديد طلع في الكام يوم القريبين دول، مش الاسلام والمسلمين اللي احنا عايشين معاهم طوال 14 قرن. فضيلة شيخ الازهر وفضيلة مفتي الديار المصرية لما كانوا موجودين مع قداسة البابا قالوا هؤلاء مفسدون في الارض، هؤلاء موتورين. وعندما سألت قداسة البابا توادروس كيف تستقبل تصريحات المتشددين، قال شيخ الازهر بحكمة يجب ألا نعير هؤلاء اهتمام. اليوم السابع بتقول تفاصيل مفاوضات المرشد وأمير قطر لتصفية الخلافات بين مرسي والشاطر. الجماعة ورثت تركة الحزب الوطني في إدارة المعارك الانتخابية، والعليا للانتخابات تطالب بتعديل قانون الانتخابات قبل عرضه على الشورى، واللجنة تدعو لتعديل كشوف الناخبين وتحديد أسماء قوائم المستقلين، والإنقاص تطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات والحرية والعدالة ينتهي من الترشيحات الأولية. خبر آخر، ضبط صواريخ مضادة للدبابات والطائرات بالعريش قبل تهريبها لغزة، والقوات المسلحة تكثف استعداداتها وتواجدها بشمال سيناء بعد معلومات عن هجمات إرهابية ضد الجيش والشرطة. حزب السلام السلفي يقول الرئاسة مسؤولة عن تصريحات العريان حول عودة اليهود. أبو سمرة لن نسمح بدخول مجندي إسرائيل لمصر ونطالب بإقالة مستشار الرئيس. أعجبني عنوان قرأته في أحد الصحف يقول أما آن للعريان أن يتغطى. بالفعل تصريحات عصام العريان في مناسبات كتير قوي مطلوب تغطيتها، ومطلوب أن تكون أكثر حرصا على مصلحة الوطن. أزمة النائب العام تعود لمكتب وزير العدل، وأعضاء النيابة يهددون بالتصعيد. نادي القضاء يطالبه بإقناع عبد الله بترك منصبه، وقضاء من أجل مصر تحذره من التدخل. خبر آخر من اليوم السابع، مفاجأة، علاء وجمال مبارك خارج تقرير لجنة تقصي الحقائق. والتقرير المخابرات قدمت لنا 200 ساعة فيديو حول الثورة. الكهرباء ده خبر مش سعيد خالص يعني.
ده في اليوم السابع صفحة 3. الكهرباء تبدأ تحصيل فواتير ديسمبر بعد رفع الأسعار ومواطنون يهددون بعدم الدفع. جنوب القاهرة الممتنعون عن السداد 10% فقط والوزارة مواردنا محدودة. يعني مش هتدفع الفاتورة هيقطع عليك النور. احنا بنقول بس الرحمة شوية للمواطن المصري. لو بيت بيستهلك كهرباء قليلة يعني امكانياته قليلة حافظوا له على سعر الكهرباء. يعني مش معقول في القرن 21 بندور على ان احنا نزود فلوس كهرباء لمواطن بسيط مش لاقي كهرباء، واحنا بنصدر على فكرة تيار كهربائي يعني بنصدره للأشقاء في غزة. يعني زويل بيقول هنا هو تصريحات في نيويورك تايمز بيقول يجب على الجميع أن يقبلوا أن المصريين شعب متدين، وتنظيم المجتمع بين إسلاميين وليبراليين وأغلبية صامتة لا يختلف كثيرا عن الديمقراطيات الراسخة. الحكم الناجح في مصر الذي يسترشد بالقيم الإسلامية للأغلبية مع حماية حقوق الأقلية. وده كلام بالفعل له وجهته ولا يتوقف عنده أحد بالرفض أو الاعتراض. لو جينا نبص على جريدة الصباح، جريدة الصباح خبطنا وش كده هو، الغلاء قادم، تحذيرات من اختفاء الأدوية وقفزات لأسعار السلع الأساسية، والمركزي يفشل في معركة الدولار والسوق السوداء تتحكم حتى الثلاثاء المقبل، حتى الثلاثاء المقبل لحد ما تفتح البنوك، لأن البنوك أجازة اعتبارا من يوم الجمعة، جمعة سبت حد اثنين، وهتفتح يوم الثلاث. موسى يدعو لتشكيل حكومة طوارئ، والشورى يتسلم طلب المدنيين في قانون الانتخابات. جريدة التحرير بتقول مصادر، مرسي وجماعته يتاجران بتقرير تقصي الحقائق، عضو باللجنة لا يوجد دليل واحد، وانسحبت ومعي مستشارون آخرون عندما شعرنا أن الهدف شو إعلامي. محمد حسدين هيكل، مرسي مفاجأ مما يرى وليس لديه حلول، والنظام يمتلك 90% من الإعلام ويحارب 10% بدلا من منافستها. نائب رئيس مجلس الدولة، القانون يلزم الدستورية بالحكم ببطلان تشكيل الشورى منذ انتخابه. ومصدر جلسة 15 يناير ستحدد مدى عزيمة الدستورية وقدرتها على تجنب الموائمات. وأعضاء النيابة دعوة أمام القضاء الإداري للفصل في بقاء النائب العام. قبل أن ننتقل إلى الكاريكاتير أقرأ لكم عنوانين من الدستور. جريدة الدستور بتقول قاطعوهم، مقاطعة الانتخابات البرلمانية الإخوانية واجب وطني وضرورة حتمية. أنا ضد إن احنا نقاطع، أنا ضد إن احنا نكون سلبيين، أنا ضد إن يكون المواطن لديه القدرة على التفعيل ويفترض من البداية إن في تزوير تجربة، لأني مش هتروح هتطلع النتيجة يعني. روح مسجل صوتك وضاضل، لكن تقعد في البيت تاني، واللي بيقعد في البيت بيخسر يعني. الكاريكاتير عندنا مجموعة من رسوم الكاريكاتير جميلة. أستاذنا أستاذ أحمد رجب بيسخر من تأخر التشكيل الوزاري، وهنا هو سيدة واقفة مع زوجها وبتقول له شفت الإعلان ده، الإعلان ده مطلوب وزير لأعلى سعر مع بدلات عديدة، 200 جنيه بدل حضور جلسة مجلس الوزراء، وعلاوة نصف سنوية بحد أقصى 4000 جنيه، ومرسيدس فخرة تتجدد سنويا مع 5 سيارات للأسرة،
وتوك توك لشراء الخضار وتأمين ضد الحوادث والحريق، واسمعوا الجملة دي كمان، وضد دخول طرى، لأن بقى قانون دلوقتي إن اللي يدخل وزارة آخر خدمة الوزارة طرى، وزوج السيدة بيقول لها برضو لا مش هدخل الوزارة. كاريكاتير اليوم السابع له معنى وله مغزى وله دلالة. واحد بيسرق، عمال كده يسرق جوه بيت، فالسيدة اكتشفت الحرامي فبتصرخ وبتقول بالصوت الحيان. جوزها بيقول لها ما تصوتيش، سيب الراجل ياخد فرصته. كل ما تسأل حد تقول له المسؤول ده ما عملش ما انجزش، يقول لك يا اخي دي له فرصته يشتغل. طب ما هو بيشتغل، هنستنى قد ايه يعني؟ ما هو الشعب زهق من الكلام، نفسنا فعلا نشوف شغل، يعني نفسنا نشوف على ارض الواقع شغل وشغل حقيقي. في كاريكاتير ايضا من جريدة التحرير الصفحة الاولى، الكاريكاتير بيقول تعليقا على قانون التظاهر الذي تنتوي جماعة الاخوان المسلمين اصداره، فطالع كده هو مسؤول او طالع الرئيس بيقول هس الصوت يا شعب انت وهو. يعني مفروض ان الثورة قامت لما الناس كلها قامت وقالت لا، مفروض ان الناس تاخد فرصتها، واللي مش عاجبه حاجة يعترض، لانه مضى وقت الصمت، والان كل من له وجهة نظر يقدمها في اطار حرية التعبير. نص كلمة، لا أدري ما هو الدافع لتصريحات بعض قيادات الإخوان بدفع تعويضات لليهود المصريين الذين غادروا إلى إسرائيل، وأيا كان الدافع فإن مصر هي التي تطالب إسرائيل ب 28 مليار دولار قيمة البترول المنهوب من سيناء من سنة 67 ل 79. واللغز الغامض هو تجاهل العهد الماضي طوال 30 سنة عن مطالبة إسرائيل بالمبلغ، وتكونت في مصر جبهة شعبية لاسترداد حقوق مصر من سيناء برئاسة دكتور رمضان أبو العلا، ولم تتوقف هذه الجبهة يوما عن حث رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء للمطالبة بحقوق مصر، ولكن الرئاسة والحكومات المتوالية عملت ودن من طين ودن من عجين لأسباب خافية لا يعلمها إلا الله ويجب أن يعلمها النائب العام. لو نستأذن بس زميل المخرج في جزء جديد كده موجود في الأخبار في الصفحة الأخيرة باراجراف، بس أنا بحب المصري اللي هو بتاع صاحبي ده، بيقول لك إيه؟ القبض على جندي إسرائيلي تسلل إلى طابة، وبعد استجوابه قال سيدي العريان ناداني وجيت ألبي الندى. تويتة أخرى، وزير المالية الجديد اسمه شحاتة، وأظن كده الرسالة وصلت. في رسائل كتير موجودة في الصحافة نتمنى أنها توصل، نتمنى أن المصريين في الفترة اللي جاية يشوفوا عمل، يشوفوا مسؤولية، يشوفوا إنجاز على أرض الواقع. صدقوني كلنا عاوزين إنجاز، عاوزين الحياة تستقر، الأمور تهدأ، الأمن يرجع، السياح يرجعوا، الجنية تسترد عافيته، وساعتها هنقول لأي حكومة موجودة ألف ألف شكر، إنجازاتك عظيمة، محدش يقدر يطفي الشمس، ولو في إنجاز حقيقي كل الناس هتشوفه وهتسقف له. في مصر محدش ضد اللي بيخدم مصر واللي بيعلي مصلحة الوطن. أشكركم، نلتقي غدا وحلقة جديدة من استوديو الصحافة، ومصر أكثر أمنا، مصر أكثر فرحا ببلاد السيد المسيح الذي
سيحتفل به كل المصريون يوم الاثنين 7 يناير. أشكركم.